بعد شوي. يلا شفت الحادثة كيف صارت قدام عيوني بهيداك الوقت. كنت المسؤول بمحطة بربور للسكك الحديدية بهيداك الوقت. وقتها قرب الإطار إنه ينطلق من المحطة، ما كان حدا من الركاب عارف شو يلي رح يصير، والشي اللي صار ما حدا منتظره أبدا. لكل المسافرين الكرام منحب نبلغكن إنه بالمطعم في عنا وجبات سخنة ومتنوعة لكل الأذواق، يلي بريد يأكل لازم يحجز وجبته. تقدري بس ما تمدي ايديك لبرا. بعد عني هيك؟ هيدي المقصورة إلنا، تركوها إذا بتريدوا، تركوها هلأ. يا ست خليني أشوف بطاقتك. وانت شو دخلك؟ انت يلي بتفتش البطاقة؟ أنا بس بدي أعرف رقم معادك. تفضل. تفضلي بطاقتك. ما تعز بحالك، خليني ساعدك أنا. شكراً لك. أهلا. عم أهلك يا ابني من فضلك. حاضر. في أكل بين الغراض.